مهندس تمام الجاجي من الشركة الأولى للخدمات المعلوماتية كبزنس ديفلوبمنت مانجر. احنا شركة متخصصة في الديجيتال كونتنت من عام 2005، من أوائل الشركات في المملكة العربية السعودية. شغالين في الفاليو ادد سيرفيسز مع كل التليكوم اوبريتورز من خلال الام ام اس والاس ام اس والاي في ار والار بي تي، بالإضافة إلى الموبايل ابليكيشنز بكل أنواعها للإدوكيشن والإنترتينمنت. الآن دخلنا في العالم الجديد، عالم الجولات الافتراضية، الفيرتشوال تورز والفيرتشوال رياليتي والأوغمنتد رياليتي، اللي هي تعتبر آخر تقنية في عرض الكونتنت التفاعلي يعني للمستخدمين. طبعا اهميتها بتكمن يعني في وصولنا للتارجت اودينس تبعنا من خلال تعرفنا على الشركات اول شيء العارضه والقنوات الفضائيه الموجوده، بالاضافه لشركات الاتصالات وشركات المحتوى والمستخدمين بشكل عام. احنا بنخدم كل القطاعات، ان كان قطاعات تعليميه او قطاعات صحيه او الريل ستيت او يعني مختلف قطاعات الموجوده.